مرحبكم أصدقائي المتداولين في فيديو جديد على قناة Pyramids Crypto. اليوم نعرف لكم مشروع جديد Rise Paradise أو Rise Paradise. اليوم هو يعني فرصة لمراجعة مشروع كنا نريد أن نرجعه من مدة طويلة الآن، وهذه الفرصة أصدقائي. كما تلاحظون هذا هو الموقع الرسمي لهذه المنصة، في العديد من المعلومات على عكس العديد من المشاريع التي تخرج بدون تحضير. أصدقائي، أنا أقول المشاريع التي لديها منصة رسمية لا تحتوي على الكثير من المعلومات هي منصة ضعيفة، وهذه المنصة هي عكس ذلك. بطبيعة الحال في هذا الفيديو سوف نحاول نعطيكم جميع التفاصيل يعني حول هذا المشروع بحيادي أصدقائي، نعطيكم رأينا الشخصي وبطبيعة الحال رأينا الخبير في هذا المجال، وكل هذا لأجل يعني مساعدتكم على عمل البحث الخاص بكم، وأيضا مساعدتكم على اتخاذ قرار استثمار حكيم سواء بالاستثمار أو لا حول هذا المشروع إذا كنتم تبحثون عنه. إذن أصدقائي، هذا بالنسبة فقط كتوضيح. الآن نبدأ في مراجعة هذا المشروع. بطبيعة الحال أفضل طريقة هي لاكتشاف مشروع ما هو الذهاب ل يعني المنصة الرسمية الخاصة به. أصدقائي، من أول إيجابيات هذا المشروع وهو أنه مشروع لديه بلوك تشين خاص به وإكسبلور خاص به. الآن أصدقائي نلقي نظرة عليه، هذا هو الإكسبلورر، إذن بيتجرت أو برايسكان. إذن سوف تجدون فيه جميع الترانسفيرز والهولدرز، يعني كل والد كم لديها. التوتال سبلاي الخاص بهذا المشروع هو بليون BRDS، يعني هذا هو رمز العملة. هنا الترانسفيرز أصدقائي، هنا الهولدرز أو الوالد التي تحتوي على هذه العملة، عملة BRDS. إذن وهذه هي الكميات الموجودة، إذن لديكم هنا أكبر الكميات، ومع السكرول تبدو لكم كميات أقل بكثير. إذا نرجع إلى المنصة الرسمية، هنا الهدف الخاص بهم هو أن يعملوا يعني مكان خاص بالكريبتو كوميونيتي في المالديف، حيث يمكنك أن تعمل و يعني تدفع بالكريبتو في جنة. إذا عندما نقول بارادايز فأنتم تقولون جنة، وهذه سوف تكون جنة للمتداولين والمستثمرين في مجال العملات الرقمية. بطبيعة الحال بإمكانك أن تعمل كولابوريشنز، أن تبدأ مشروعك الجديد، أو حتى يعني تحتفل بكل بساطة مع الفريق الخاص بك في هذا المجال. إذا هذه هي الهدف الخاص بهم. وبالنسبة ل يعني الفيز 1 او المرحله الاولى، سوف يبحثون او يعني يحدثون او يفتحون اصدقائي اوتيل جديد في المالديفيان ايسلند، وسوف يكون هو اول خطوه لتحقيق العديد من الانجازات. وبطبيعه الحال المرحله الثانيه هي برايفت ديسنترلايزد ان دي مالديفز ويل اوبن ان ذيس فيز، يعني سوف يعني يحدثون لك مجال لا مركزي في هذه الجزيرة بكل بساطة. إذا الآن نكمل في المشروع. الآن هنا أصدقائي التوكن ديستريبيوشن، كما قلنا هنالك بليون عملة كتوتال سبلاي. هنا التوكن الوكيشنز، الوايت بيبر أصدقائي هي وثيقة تعطيكم جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع. إذا تلاحظون هنا التوكن ديستريبيوشن، وهنا الرود ماب الخاصة بهم في 2022-2023 وحتى الربع الأول من 2024. إذا هذه التفاصيل الكثيرة تعطيك فكرة عن مدى عمل الفريق على المشروع. نرجع إلى المنصة الرسمية ونرى مدى يعني هنالك لنا. إذا الـ PRDS ماركت بليس، هنالك ماركت بليس خاص بهم بطبيعة الحال، لكن بإمكانك شراء العملة من منصة أسفينكس. إذا هذه هي الشرط الخاصة بها أصدقائي. ثمن العملة الحالي كما تلاحظون 0.0018، وهذا الثمن يعني لوجيك أو معقول بالنسبة للتوتال سبلاي الخاصة بهم. الآن نبحث عن يوم
عن شمعة اليوم أصدقائي. إذن هنا واحد يوم ونرى منذ متى دخلت إلى هذه المنصة. إذن من 11 أبريل دخلت بقيمة 0.00210 والآن هي في 0.0018 أصدقائي. بطبيعة الحال هبطت قيمتها ولكن ليس بالكثير. إذن نرجع إلى المنصة الرسمية، هنالك العديد من التفاصيل التي بإمكانكم في يعني الدخول إليها. ومن الأشياء الإيجابية أصدقائي في هذا المشروع هو أنك ليس فقط ضيف في هذا الأوتيل الذي سوف يبنونه، لكن أيضا بإمكانك أن تصبح هوست أو مضيف، بإمكانك أن تصبح هوست عن طريق ملك NFT خاصة بالهوست، وأيضا بإمكانك أن تعمل بروبرتيز بكل بساطة. إذا هذا مشروع مثير للاهتمام أصدقائي في الحقيقة. الأوبن ديبوزيت ها هو أصدقائي، الستارت تريدين هنا، الأوبن ويدراول في كل تواريخ يا أصدقائي. وبالنسبة للـ NFTs سوف تكون في الأومنيفيرس، بإمكانكم الذهاب ورؤية هذا المشروع لكنه ليس متاح حتى الآن، فهذا فقط خبر خاص بهذا المشروع. هنا الهولدر بيركس، إذا كنت من الهولدرز هذه هي الإيجابيات الخاصة بك، خاصيات الإيجابية الخاصة بالمشتري. وهنا فيديو توضيحي أو فيديو إشهاري للمشروع، بإمكانكم رؤيته إذا أردتم فهم بشكل عام المشروع. وهنا لماذا هذه الجزيرة بالضبط، والتفاصيل الخاصة بالرود ماب. وهنا يعني أصدقائي هنا لديكم المؤسسين الخاصين بهذا المشروع. إذن هنالك هيشم وهنالك جيد، إذن بإمكانكم الدخول ورؤية الخلفية الخاصة بهم وهل هم يعني مؤهلين لقيادة هذا المشروع. هنا مواقع التواصل الخاصة بهم أصدقائي، منها نذكر التليجرام والتويتر، أنصحكم بشدة أن تتبعوه، فسوف يعطيكم هذا إمكانية الحصول على آخر أخبار المشروع والقرارات التي اتخذها الفريق، لكن أيضا المسابقات وجميع الفرص التي يمكنكم اغتنامها. إذن هذا كل شيء أصدقائي بالنسبة لهذا المشروع. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك إذا كنتم جديد في القناة، ونلتقي في الفيديو القادم. مرحبا بكم أصدقائي المتداولين في فيديو جديد على قناة بيراميدز كريبتو. اليوم نعرف لكم مشروع جديد، بريس بارادايس أو برايس بارادايس. اليوم هو يعني فرصة لمراجعة مشروع كنا نريد أن نرجع من مدة طويلة الآن، وهذه الفرصة أصدقائي. كما تلاحظون هذا هو الموقع الرسمي لهذه المنصة، في العديد من المعلومات على عكس العديد من المشاريع التي تخرج بدون تحضير أصدقائي. أنا أقول المشاريع التي لديها منصة رسمية لا تحتوي على الكثير من المعلومات هي منصة ضعيفة، وهذه المنصة هي عكس ذلك. بطبيعة الحال في هذا الفيديو سوف نحاول نعطيكم جميع التفاصيل يعني حول هذا المشروع بحيادي أصدقائي، نعطيكم رأينا الشخصي وبطبيعة الحال رأينا الخبير في هذا المجال، وكل هذا لأجل يعني مساعدتكم على عمل البحث الخاص بكم، وأيضا مساعدتكم على اتخاذ قرار استثمار حكيم سواء بالاستثمار أو لا حول هذا المشروع إذا كنتم تبحثون عنه. إذن أصدقائي هذا بالنسبة لي فقط كتوضيح. الآن نبدأ في مراجعة هذا المشروع. بطبيعة الحال أفضل طريقة هي لاكتشاف مشروع ما هو الذهاب ل يعني المنصة الرسمية الخاصة به. أصدقائي من أول إيجابيات هذا المشروع وهو أنه مشروع لديه بلوك تشين خاص به وإكسبلور خاص به. الآن أصدقائي نلقي نظرة عليه، هذا هو الإكسبلورر، إذن بيتجرت أو برايس كان، إذن سوف تجدون فيه جميع الترانسفيرز والهولدرز يعني كل والد كم لديها. التوتال سبلاي الخاص بهذا المشروع هو بليون BRDS يعني هذا هو رمز العملة. هنا الترانسفيرز أصدقائي، هنا الهولدرز أو الوالد التي تحتوي على هذه العملة عملة BRDS. إذن وهذه هي الكميات الموجودة.
إذن لديكم هنا أكبر الكميات، ومع السكرول تبدو لكم كميات أقل بكثير. إذن نرجع إلى المنصة الرسمية. هنا الهدف الخاص بهم، الهدف الخاص بهم هو أن يعملوا يعني مكان خاص بالكريبتو كوميونيتي في المالديف، حيث يمكنك أن تعمل و يعني تدفع بالكريبتو في جنة. إذن عندما نقول بارادايز فأنتم تقولون جنة، وهذه سوف تكون جنة للمتداولين والمستثمرين في مجال العملات الرقمية. بطبيعة الحال بإمكانك أن تعمل كولابوريشنز، أن تبدأ مشروعك الجديد، أو حتى يعني تحتفل بكل بساطة مع الفريق الخاص بك في هذا المجال. إذن هذه هي الهدف الخاص بهم. وبالنسبة ل يعني الفيز 1 أو المرحلة الأولى، سوف يبحثون أو يعني يحدثون أو يفتحون أصدقائي أوتيل جديد في المالديفيان أيسلند، وسوف يكون هو أول خطوة لتحقيق العديد من الإنجازات. وبطبيعة الحال المرحلة الثانية هي a private decentralized in the Maldives will open in this phase، يعني سوف يعني يحدثون لك مجال لا مركزي في هذه الجزيرة بكل بساطة. إذا الآن نكمل في المشروع. الآن هنا أصدقائي التوكن ديستريبيوشن، كما قلنا هنالك بليون عملة كتوتال سبلاي. هنا التوكن الوكيشنز، الوايت بيبر أصدقائي هي وثيقة تعطيكم جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع. إذا تلاحظون هنا التوكن ديستريبيوشن، وهنا الرود ماب الخاصة بهم في 2022-2023 وحتى الربع الأول من 2024. إذا هذه التفاصيل الكثيرة تعطيك فكرة عن مدى عمل الفريق على المشروع. نرجع إلى المنصة الرسمية ونرى ماذا يعني هنالك لنا. إذا الـ PRDS Marketplace، هنالك Marketplace خاص بهم بطبيعة الحال، لكن بإمكانك شراء العملة من منصة السفينكس. إذا هذه هي الشرط الخاصة بها أصدقائي. ثمن العملة الحالي كما تلاحظون 0.0018، وهذا ثمن يعني لوجيك أو معقول بالنسبة للتوتال سبلاي الخاصة بهم. الآن نبحث عن يوم، عن شمعة اليوم أصدقائي. إذا هنا واحد يوم، ونرى منذ متى دخلت إلى هذه المنصة. إذا من 11 أبريل دخلت بقيمة 0.00210، والآن هي في 0.0018 أصدقائي. بطبيعة الحال هبطت قيمتها ولكن ليس بالكثير. إذا نرجع إلى المنصة الرسمية، هنالك العديد من التفاصيل التي بإمكانكم في يعني الدخول إليها. ومن الأشياء الإيجابية أصدقائي في هذا المشروع هو أنك ليس فقط ضيف في هذا الأوتيل الذي سوف يبنونه، لكن أيضا بإمكانك أن تصبح هوست أو مضيف. بإمكانك أن تصبح هوست عن طريق ملك NFT خاصة بالهوست، وأيضا بإمكانك أن تعمل بروبرتيز بكل بساطة. إذا هذا مشروع مثير للاهتمام أصدقائي في الحقيقة. الأوبن ديبوزيت ها هو أصدقائي، الستارت تريدين هنا، الأوبن ويدراول في كل تواريخها أصدقائي. وبالنسبة للNFTs سوف تكون في الأومنيفيرس، بإمكانكم الذهاب ورؤية هذا المشروع لكنه ليس متاح حتى الآن، فهذا فقط خبر خاص بهذا المشروع. هنا الهولدر بيركس، إذا كنت من الهولدرز هذه هي الإيجابيات الخاصة بك، خاصيات الإيجابية الخاصة بالمشتري. وهنا فيديو توضيحي أو فيديو إشهاري للمشروع بإمكانكم رؤيته إذا أردتم فهم بشكل عام المشروع. وهنا لماذا هذه الجزيرة بالضبط والتفاصيل الخاصة بالرود ماب. وهنا يعني أصدقائي هنا لديكم المؤسسين الخاصين بهذا المشروع. إذا هنالك هيشم وهنالك جيد، إذا بإمكانكم الدخول ورؤية الخلفية الخاصة بهم، وهل هم
يعني مؤهلين لقيادة هذا المشروع. هنا مواقع التواصل الخاصة بهم أصدقائي، منها نذكر التليجرام والتويتر، أنصحكم بشدة أن تتبعوه، فسوف يعطيكم هذا إمكانية الحصول على آخر أخبار المشروع والقرارات التي يتخذها الفريق، لكن أيضا المسابقات وجميع الفرص التي يمكنكم اغتنامها. إذا هذا كل شيء أصدقائي بالنسبة لهذا المشروع. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك إذا كنتم جديد في القناة، ونلتقي في الفيديو القادم.